خالد بطرفي كاتب وأكاديمي سعودي، أهلا بك سيدي. دعنا ربما نبدأ باللقاء الذي دار بين مسؤولين سعوديين والمبعوث الأممي جمال بن عمر، هل من تسريبات حول ما دار بينهم؟ لا توجد تسريبات، ولكن الموقف السعودي واضح، وأعتقد أنه هو هذا الموقف الذي أوصل للمبعوث الأممي، وهو أن دول الخليج تعتبر هذا انقلاب، وهي قلقة من التدخل الإيراني في شأن دولة عربية شقيقة. عدا القلق والتنديد، هل سيكون هناك ربما إجراءات وخطوات أكثر فاعلية؟ خطوات أمنية بالتأكيد على الحدود، نحن لدينا حدود طويلة مع اليمن، ولا بد أن تتخذ إجراءات إدارية وأمنية لحماية الحدود من التهريب ومن دخول الأسلحة ودخول المخربين من جماعة الحوثيين كما حصل في السابق فعلا. نعم، طيب هل سيكون هناك ربما تنسيق على الصعيد الإقليمي بهذا الشأن؟ لا شك أن دول الخليج متفقة تماما في هذا الإطار، وهي كانت صاحبة المبادرة الخليجية التي تبنتها الأمم المتحدة فيما بعد ومجلس الأمن، وكلف جمال بن عمر بتنفيذها، والسعودية ودول الخليج تدعم هذه الاتفاقية وترى أنها هي السبيل الوحيد لحل الإشكال في اليمن، ولا بد من العودة إليها، وإن الذي حدث هو انقلاب واضح، وعلى المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية وغيرها أن تأخذ موقفا صريحا من هذا الانقلاب. نعم، طيب ماذا عن الاتصالات على المستوى الدولي بهذا الصدد دائما؟ وهناك أيضا البعض يتحدث ربما عن اتصالات مع طهران. لم أسمع باتصالات مع طهران، ولكن أعرف أن طهران حاولت مرارا التواصل مع السعودية ودعوتها إلى طاولة الحوار، ولكن كان موقف السعودية هو عدم التجاوب مع موقف أو مع مفاوضات يكون فيها الموقف السعودي موقفا ضعيفا، بحكم أن إيران تعتقد الآن أنها هي صاحبة اليد الطولة في اليمن وتستطيع أن تفرض شروطها، فعلى إيران هذا أعتقد موقف السعودي ودول الخليج أن تنسحب تماما من اليمن، وبعد ذلك يمكن أن يكون هناك تواصل بشأن أي ترتيبات أخرى في المنطقة. نعم، من جدة خالد بطرفي كاتب وأكاديمي سعودي، شكرا جزيلا لك.